مستقبل. طيب ناخد عمر السعيد لاعب الزمالك المنتقل حديثا الى الجونه. عمر مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام والله الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، ومعايا مستر تكيس مشرفني ومنورني. سلمنا عليك كتير. Also from me. وتحياتي ايضا وتمنياتي بالتوفيق. ثانك يو. عمر، يعني خطوة جديدة وخطوة مهمة جدا، وخطوة مهمة جدا ان عمر يعبر عن امكانياته. والله انا بس في البداية كده احب اشكر مجلس ادارة نادي الزمالك على يعني ان هم وافقوا على رغبتي واحترموا قراري ان انا عايز اطلع علشان بس اشارك، عشان انا كانت فرصتي في اللعب في نادي الزمالك الفترة دي كانت زي ما حضرتك عارف ما كنتش بشارك كتير، فحبيت ان انا اخد التجربه ديت، وبشكر اداره نادي الجونه على الثقه ديت وان انا اخترتهم، عشان انا كنت بلعب هناك قبل كده، قعدت سنتين بلعب في نادي الجونه ومعظم الفرقه هناك يعني كلهم يعني لعيبه قريبين مني واصحابي ولعبوا معايا قبل كده، فهم يعني هيساعدوني، والاجواء هناك دايما مستقره وانا عشت هناك قبل كده وعارف الدنيا ماشيه ازاي هناك، فكان انسب مكان ليا ان انا يعني ان شاء الله باذن الله ان انا ارجع فيه نفسي هو نادي الجونه. الناس كلها استغربت، الناس قالت مصطفى محمد رحل من نادي الزمالك، ففرصه لعمر السعيد ان هو يعبر عن نفسه لان عمر كمان بيرحل. والله يا كابتن سيف، هو كان يعني فرصتي في اللعب كانت في وجود مصطفى كانت هتبقى يعني صعبه شويه. علشان هو كان بيشارك وبيأدي كويس وانا كنت بعمل اللي عليا في التمرين، بس يعني ما كنتش بشارك كتير. فهو لما مصطفى مشي، فانا زي ما حضرتك عارف ان النهارده كان اخر يوم في القيد. فهو لما نادي الزمالك اتعاقد مع مروان وسيف الدين الجزيري، فانا قلت خلاص هم متعاقدين معاهم، فانا فرصتي دلوقتي ان انا اطلع بقى خلاص. ايوه، هل انت ما اتكلمتش مع باتشيكو؟ ما قلتلوش ان انا النهارده مصطفى رحل فانا النهارده البديل، انا هاخد فرصه؟ لا انا اتكلمت، هو كان بيجي دايما يتكلم معايا ويقول لي انت في اقرب فرصه هتتاح بالنسبه لي ان انا هلعبك. وانا لما لعبت الحمد لله يعني ماتش انبي اللي انا لعبته الحمد لله كنت كويس فيه واديت المطلوب مني اللي بيقول عليه المدير الفني، انا بنزل اعمله يعني ببذل اقصى جهد عندي علشان اظهر بمظهر كويس. وبعد كده لعبت ماتش الجيش واتصبت وبعد كده ما شاركتش، فانا من جوايا فقلت لا مش هينفع ان انا العب ماتش واقعد ثلاثة واقعد أربعة وانزل ألعب ماتش، فإحساس اللعيب دايما بيبقى عايز رجله في الملعب عشان يجيب مستواه، فعشان كده قررت واتكلمت معاه قلت له إن أنا الفرصة بالنسبة لي صعبة هنا في النادي إن أنا ألعب ماتش وأقعد ماتشين، أنا عايز أرجع نفسي وكده، فهو يعني احترم رغبتي وقال لي خلاص ماشي، أنت لو جاي لك أهو ادرس العروض اللي جاية لك وشوف. شايف إنك لو أخدت فرصة في الزمالك كنت هتأدي بشكل أفضل؟ والله يا كابتن سيف، أنا أول ما جيت نادي الزمالك شاركت في اول سنه انا لعبتها وخدنا الكونفدراليه وخدنا السوبر المصري وكنت تاني هداف الفرقه في افريقيا وكنت يمكن من ثالث هداف الفرقه في الدوري ومن اكثر اللعيبه اللي عامل اسيستات، فالحمد لله انا ظهرت بمظهر كويس اول ما جيت وشاركت وعملت واجتهدت وكانت النتيجه واضحه، فبعد كده لما بدات اشارك ف طبيعي ان اللعيب لما بيقعد فتره كبيره ما بيلعبش بيحتاج وقت علشان يرجع، وفي نفس الوقت ان اللي بيلعب مكانك يعني عامل بيأدي بشكل كويس وماشي كويس ومن احسن الفراوضه الموجوده في مصر، فدايما حاطط ضغط عليك انت كمان ان انت لما تيجي تلعب لازم تأدي نفس الدور اللي بيأديه مصطفى، يعني مصطفى ربنا كرمه وكان بيجيب جوان، فانت لما تيجي تلعب لازم برضه ان انت احساس الفيرود لما تيجي تلعب لازم يجيب جون. صح، فده كان حاطط ضغط عليا كبير برضه، فالامور ما كانتش مساعداني في الفتره الاخيره في نادي الزمالك، بس انا الحمد لله الواحد كان ما كانش مقصر في اي حاجه، كنت بتمرن كويس والراجل دايما كان بيجي يتكلم معايا ويقول لي انت بتعمل اللي عليك واللي مطلوب منك بتعمله ودورك جاي، بس زي ما قلت لحضرتك ان انا العب ماتش واقعد ثلاثه او اقعد اربعه ديت انا خلاص كنت حابب ان انا رجلي تبقى في الملعب على طول، عشان انا عندي طموح ان انا ارجع منتخب مصر تاني وكده. يا رب ان شاء الله، ربنا يوفقك يا عمر واتمنى لك كل التوفيق يا حبيبي ان شاء الله. حبيبي يا كابتن سيف، وسلام يا كابتن بيسلم عليك. حظ سعيد عمر، ثانك يو فيري ماتش.